طبعا اللي انا تقريبا شاركت 30 بطوله خارج العراق، يعني اكثريتهم حاصله به الميداليه الذهبيه. بالنسبه لاقوى انجاز انا حققته اللي هو بطوله اسياد اسيا، حصلت على الميداليه الذهبيه بعد تغلبي على بطله العالم الصينيه والكوريه المصنف خامس على العالم. تقريبا 8 لاعبات اني لعبت وياهن، والحمد لله حققت الميداليه الذهبيه وكانت فرحه ما تنوصف. وبعد تحقيق الميداليه الذهبيه انا مباشره تاهلت الى اولمبياد باريس. زين، شو وقت راح تروحين للاولمبياد؟ ان شاء الله يوم 21/8. زين نجله، نقدر نضمن ميداليه من عندك؟ ان شاء الله اني صار لنا تقريبا اكثر من سنتين انا اشتغل على هذا الموضوع، زين وان شاء الله طموحي اني احقق الميداليه الذهبيه باولمبياد باريس. طبعا احنا ما نرضى لا برونز ولا فضه، احنا نريد الذهب. نجله يعني من ان شاء الله تغريدك نريد الذهب.